هاي everyone، اهلا وسهلا بيكم في دعاز انجلش كورنر. يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هناخد درس جديد ونتعلم ايه الفرق ما بين 2 و 4 وايه استخداماتهم. So let's get started. في البداية لازم نعرف ان 2 و 4 في اوقات كتيرة هيتشابهوا في الاستخدام، بس الاختلافات هتبقى حاجات بسيطة قوي في الجمل. فعشان كده لو عرضنا جملة زي I traveled to Paris to learn French أو I went to the college for a lecture on the study of history، هنلاحظ ان 2 و 4 تم استخدامهم من اجل توضيح هدف معين. يعني انا هروح باريس عشان اتعلم اللغة الانجليزية، انا هروح الكلية من اجل محاضرة التاريخ. ففي الحالات دي احنا بنستخدم 2 و 4 لاهداف معينة، بس الفرق ما بينهم هو ان 2 بيجي بعدها فعل و 4 بيجي بعدها اسم. طب هو ده بينفي فكرة ان 4 بيجي بعدها فعل؟ في الحقيقة لا، هو 4 برضو بيجي بعدها فعل. فمثلا لو قلت The police are here to keep us safe أو The police are for keeping people safe. في الحالتين أنا استخدمت بعد 2 أو 4 فعل، بس هنلاحظ أن بعد 2 الفعل جي infinitive، يعني ما فيهوش أي إضافات. دايما الأفعال اللي بتيجي بعد 2 بتكون ما فيهاش أي إضافة، يعني ما فيش ing أو ed أو s، ما بيبقاش في أي إضافة على الفعل. أما بالنسبة لفور فإحنا بنستخدم دايما معاها الverb زائد ing، دايما الverb بيجي مع ing. لو أنا قلت I work from 9 to 5 أو I have been working here for 5 years، فهو الفرق ما بين 2 و 4 هو أني 2 بستخدم مدة زمنية من إلى، ولكن 4 بستخدم المدة الزمنية كلها على بعضها كام. يعني أنا بشتغل من الساعة 9 للساعة 5، في الحالة دي هستخدم 2. لكن لو أنا بقول أنا بشتغل هنا بقالي 5 ساعات، 5 سنين، 5 شهور، يعني المدة نفسها هي كام بالظبط، فهستخدم 4. فالاتنين 2 و 4 بيتم استخدامهم للتوقيت أو الزمن، ولكن 2 من إلى، أما 4 فهي المدة الزمنية حسبتها كلها على بعض كام. 2 و 4 برضو ممكن نستخدمهم لو احنا بنعمل invitation أو دعوة لشخص لشيء معين. فممكن أقول inviting someone to dinner أو for dinner، والاتنين يعتبروا صح، ولكن الاختلاف ما بينهم بسيط جدا. هي ان to dinner في الغالب بتتكون من حفلة عشاء، كأني يعني هعزمك على حفلة كاملة ناس كتيرة جاية وكده. لكن لو قلت لك ان انا I will invite you for dinner، فمعناها ان احنا بس يدوب هنتعشى ونمشي، يعني مجرد ان احنا هنقعد مع بعض ناكل ونمشي، مش هيكون في حفلة او مناسبة او event معين. لو انا استخدمت 2 و 4 في جملة زي he brought the mail to me او he picked up the mail for me، في الغالب الناس هتقول ان الجملتين ليهم نفس المعنى وبيأدوا نفس المغزى من الجملة، ولكن الجملة الاولى المغزى منها والمراد منها مختلف عن الجملة التانية. المراد من الجملة الاولى اني لما اقولك he brought the mail to me معناها اني he delivered it، يعني هو وصله لي بس وجابه لي. ولكن لما اقول he picked up the mail for me كأني بقولك ان هو عمل الحاجة دي من اجلي، يعني عملها as a favor، كنوع من انواع التقدير ليا هو عمل ده. فبيختلف المعنى من 2 ل 4 اني في الاولى بيكون عملية توصيل فقط، ان انا عملت ده من مكان لاخر، وصلت الميل من مكان ليكي، ولكن he picked up the mail for me. ف 4 دايما بتدل على انك بتعمل الشيء من اجل الشخص ده. 2 ممكن نستخدمها برضو لما اتكلم على انتقال من مكان لمكان. يعني مثلا لو انا قلت لك جملة زي I traveled to Rome او I went to his house، معناها اني بتكلم على destination، يعني انا قطعت مسافة من الى. I traveled to Rome، انا سافرت الى روما. I went to his house، يعني انا ذهبت الى منزله. 4 بيعتبر ليها استخدامات كتيرة برضو، فممكن نستخدم كلمة 4 في جملة زي fruits are good for your health، وده معناها ان انا بستخدم كلمة 4 for benefits، يعني بتكلم على فوائد شيء معين. فاقدر اقول fruits are good for your health for your body، فبنستخدم برضو 4 عشان نعبر عن فائدة شيء معين.
فور كمان ممكن نستخدمها في جملة زي I will schedule our session for next Wednesday، وهو معناها ان انا اقدر استخدم كلمة فور لتحديد مواعيد في المستقبل او حجز يوم معين ده لشيء معين. فاقدر استخدم كلمة فور زي الجملة اللي قلناها I will schedule our session for next Wednesday. فور كمان ليها استخدام تاني، وهي ان احنا نعبر عن الامتنان، فنقول مثلا thank you very much for watching، فده بيعبر عن الامتنان، عشان كده ممكن نستخدم فور برضو في الحالات اللي زي دي. وبما اني فور بنستخدمها للامتنان، فحابة اكون ممتنة ليكو if you watch this video thank you very much for watching، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا. thank you bye bye.